السلام عليكم أيها الأحبة، أولاً نوافيكم بالأخبار أول بأول. اليوم بتاريخ 27/8/2023 كان موعد محاكمة المتهمة عذراء الجنابي في قضية قتل المجنى عليه الحدث موسى الكعبي. احنا كنا انا وزميلي الاستاذ محمد الموسوي اشتغلنا الدعوة في طور التحقيق واكتملت وتكيفت الدعوة على المادة 406 على 1 على 1000 وثم حالتها الى محكمة الجنايات العليا واخذ الموعد المحاكمة لليوم، ولكن بطلب من جدة المجنى عليه انه احنا ما نترافع ويترافع عن يعني عنهم محامي اللي هو اقاربهم، وترافع الرجل وصدرت المحكمة بالقرار الحكم 15 سنة على المتهمة عذراء قتل المجنى عليه موسى بعد تكييف المادة القانونية من قبل السيد قاضي محكمة الجنايات من 406 على 1 على 1000 إلى 410. هذا اللي حدث وحبيت أوافيكم بالأخبار لأجل أني أخلي مسؤوليتي أمام الله أولا وأمامكم، من آني كوني وكيلي مدعي بالحق الشخصي، وهنا انتهى عملنا وتحياتي لكم.